ايضاً كافة الأساتذة والأستاذات الذين حجوا من مختلف المدن التي تشارك في هذا الشكل النضالي الراقي المتمثل في شكل قطب طنجة، والذي شاركت فيه ثلاث جهات: جهة طنجة والحسيمة، جهة الدار البيضاء أسطاط، وكذلك جهة الرباط سلا قنيطرة. هذا الشكل النضالي القطبي دعا له التنسيق الوطني بمعية الزملاء في التنسيقية الموحدة، طبعا إلى جانب مكون أساسي ألا وهو التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد. قلت أن هذا الشكل النضالي يأتي في إطار الملاحم البطولية التي تسطرها الشغيلة التعليمية من أجل الدفاع عن حقوق عادلة ومشروعة. هذه الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها بمختلف أعمارها خرجت إلى الشوارع منذ أكثر من شهر لكي تدافع عن حقوق سلبت وحقوق أهدرت منذ أكثر من ثلاث عقود، نظراً للتوجه الذي تسير فيه مختلف الحكومات الذي يستهدف قطاع التعليم بشكل ممنهج. الآن الأسرة التعليمية تعرف صحوة ربما لم تشهدها المنظومة التربوية من قبل. هذه الصحوة تمثلت في الوعي التام بأهمية قطاع التعليم، بأهمية المدرسة العمومية والوظيفة العمومية، بالخطورة التي تشهدها التي يعني يعرفها هذا القطاع الذي تتكالب عليه النيوليبرالية المتوحشة التي تستهدف بيع ما تبقى من قطاعات عمومية، تستهدف مصادرة حق أبناء الشعب في تعليم مجاني ضمن تكافؤ الفرص، وفي وظيفة عمومية تضمن حق كافة أبناء الشعب في التباري واجتياز المباريات. ولعل أخطر هجوم شنته حكومة الشركات على أبناء هذا الشعب هو تسقيف سن التباري في 30 سنة. هذا الأمر نعتبره جريمة في حق أبناء الشعب حاملي الشهادات الذين من حقهم دستوريا أن يتباروا ويشاركوا في مختلف المباريات والامتحانات دون يعني اشتراط سن معينة، على الأقل أسوة بباقي القطاعات الأخرى التي يشارك فيها يعني باقي المتبارين الذين تجاوز سنهم 30 سنة. هذا فيما يتعلق بتسقيف السن. بالنسبة للملف الأساسي والملف الخطير والذي امتد منذ 6 سنوات هو ملف التعاقد. هذا نمط جديد جاءت به الحكومة السابقة واستمرت في تنزيله هذه الحكومة، حكومة المال والبطرونة حكومة الشركات. هذا النمط جاء لكي يصادر حق أبناء الشعب في وظيفة عمومية قارة. أيضا هذا النمط وما أعقبه من قوانين مثل قانون الإطار وكذلك قوانين أخرى تم تنزيلها قسرا تستهدف إلى خصوصات قطاع التعليم. ولعل المادة التي تتحدث عن مساهمة الأسر المغربية في تمويل المنظومة التربوية من جيوبهم لدليل واضح فاضح على أن هذه الدولة تسعى إلى بيع المدرسة العمومية وخصصتها وبيعها في مزادات الرأسمالية المتوحشة. نحن من داخل التنسيقية الوطني للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد نزلنا للميادين منذ 6 سنوات نناضل وقدمنا تضحيات، قدمنا شهيد وقدمنا 70 متابعا بتهم كيدية سوريا لفقت لهم لا لشيء إلا لأنهم نزلوا للدفاع عن المدرسة العمومية. قدمنا أيضا مجموعة من الضحايا الذين تعرضوا لكسور وردود في مختلف الأشكال النضالية التي خاضوها وطنيا وجهويا. كل هذه التضحيات قدمناها ولازلنا سنقدم تضحيات جسام أخرى من أجل الدفاع عن حق أبناء هذا الشعب في مدرسة عمومية تضمن تكافؤ الفرص، في وظيفة عمومية تضمن استقرار الوظيفة الاجتماعي لأبناء الشعب، وكذلك دفاعا عن الحق الدستوري والكوني في عمل قار يضمن كرامة الإنسان من داخل هذا الوطن. على البرتقالي الاحتجاج والنضالي لتكسير الأغلالي، الاحتجاج والنضالي لتكسير الأغلالي. لكل من حضر في هذه المسيرة التاريخية بمدينة طنجة، تحية نضالية عالية لكل من ساندنا، لكل من تضامن معنا من عائلات التلاميذ ومن مدراء ومفتشين إلى آخره. تحية الخلود لكل الشهداء من بينهم الشهيد عبد الله الحاجلي. نحن هنا اليوم جاء
جئنا من مجموعة من المدن، من جهة طنجة الحسيمة تطوان، ومن جهة أيضا رباط القنيطرة سلا، من أجل أول مطالبة برد الاعتبار لكرامة الأستاذ وأطر الدعم الشغيلة التعليمية بصفة عامة، وذلك بتقديم يعني اعتذار رسمي من طرف الحكومة، من أجل مطالبة بالسحب الفوري للنظام الأساسي المجحف، من أجل مطالبة بالإدماج الفوري للمفروض عليه التعاقد من هيئة التدريس ومن أطر الدعم، ومن أجل الاستجابة لجميع مطالب الشغيلة التعليمية والحفاظ على الحق يعني التعليم المجاني للطفل. نحن هنا اليوم من أجل أن نندد بكل ما يتعرض له يعني الأستاذ وأطر الدعم والشغيلة التعليمية بصفة عامة من ضرب ومحاكمات واعتقالات واقتطاعات من الأجور الغير مشروعة، من التوقيف لبعض الأساتذة، التوقيف من العمل وتوقيف الراتب. نحمل كل المسؤولية للحكومة لكل ما يتعرض له يعني أسرة التعليمية، نحمل له المسؤولية لكل ما يتعرض له قطاع التعليم من احتقان ومن هدر يعني مدرسي. لذلك كيطلبوا من الحكومة أننا نديروا النية، احنا ديجا درنا النية لسنوات عدة، تم تمرير مجموعة من القوانين المجحفة في حق الأستاذ خاصة وفي حق أبناء الشعب عامة، تم تمرير قانون التقاعد وسكتنا ودرنا النية، تم تمرير يعني نظام التعاقد وسكتنا ودرنا النية، تم تمرير الارتفاع من الأسعار في الوقت الذي خرج فيه أبناء الشعب في مسيرة الفرح، مسيرة السعادة بسبب المونديال. في هذا الوقت بالذات تم تمرير الارتفاع المهول للأسعار، ولكن لا نتيجة. نحن لا ننتظر مسلسل الحوارات التي لا تستجيب لمطالب الشغيلة التعليمية، لا ننتظر لا تجويد ولا تجميد ولا تعديل، بل نطالب بإلغاء النظام الأساسي المجحف قبل أي حوار. لذلك نقول لا لسياسة التفقير، لا لسياسة التهجير والتجهيل، لا لسياسة الخوصصة، لا للهجوم على المدرسة وعلى الوظيفة العموميتين، ونعم للكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية، نعم للعيش الكريم للأستاذ وللشغيلة التعليمية بصفة عامة، نعم لنظام أساسي لقطاع التعليم يعني يضم جميع حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية، نعم للحرية للمعتقل والأستاذ محمد جلول ولباقي الأبرياء، ونحن هنا صامدون إلى غاية تحقيق جميع المطالب. وتحية نضالية للجنة.